تأمين الوفاء الفعالية بكل بساطة. أجوا تسمعوا لجميع نصائح تأمين الوفاء مع برنامج وقاية أكبر، مقاولة أنجح مع وفاء. مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي وقاية أكبر، مقاولة أنجح مع وفاء. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على قطاع التغذية العامة واللي كنسميوه البيسريات. هذا القطاع اللي فيه إكراهات ومخاطر كثيرة، من بينها المواد اللي مستوكية في واحد العلو اللي غير مناسب، المواد الغذائية اللي كتكون مخلطة مع بعضها، قلة النظافة، اللباس اللي ما كيكونش ملائم وغيره. ومعنا عبر الهاتف الخبير في التأمين سيون السيح، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أول سؤال سيونس، شنو هي نوعية المخاطر اللي كنصادفوها في هذه المحلات ونوعية التأمين اللي خاصها تكون؟ بما يخص متاجر التغذية العامة هنالك طبعا عدة مخاطر. أولا تواجد هذه المتاجر وسط السكنة، عامة كنلقاو البيسريات ولا الهريات متواجدة وسط السكنة، قريب منها ناس، قريب منها بنايات إلى آخره، وكيمثلوا بعض المرات خطر على السكان. في الخطر رقم واحد كنظن هو الحريق، لانه في هذه المحلات كنلقاو كاين الغاز، كنلقاو المواد مختلفه في النوعيه ديالها، بعض المرات مواد قابله للاشتعال، كتلقى كذلك اللقيد، كتلقى واحد العدد ديال المواد اللي يمكن الا ما كانت مخلطه بطريقه عشوائيه تقدر تسبب خطر، خصوصا في المناطق اللي كيكونوا فيها في فصل الصيف الحراره او الكهرباء اللي كيبقى او ما كيكونش مستوى جيد. كذلك في هذه المحلات كنلقاو اخطار اللي متعلقه بالناس اللي كيشتغلوا فيها، اللي غالبا كيكونوا صغار في السن وما عندهمش تجارب كثيره، لما كنلقاو اخطار متعلقه بحوادث الشغل، الانزلاقات، الحريق، بعض سقوط بضاعات الى غيره من الاسباب اللي كيسببوا اضرار جسمانيه لهذوك المساعدين اللي كيكونوا عامه في المتاجر ديال التغذيه العامه. هنالك كذلك اخطار متعلقه بالنظافه، النظافه من ناحيه ديال المواد الغذائيه، متعلقه كذلك اخطار بالتخزين، كيف قلت قبيله مواد اللي كتكون مختلفه وكتقدر تسبب هذاك التراكم ديالها واختلاف وعدم الجوده ديالها، اخطار متنوعه. هنالك كذلك اخطار متعلقه بالتخزين والتبريد، لانه كنعرفوا بان في هذه المحلات كاين مساله ديال لاشين دو فوا، التبريد بما يتعلق بالمواد الحليبيه، الحليب، المرتضيل الى اخره من المواد الغذائيه اللي لا تقدر الله يحفظ وقع فيها واحد سوء تخزين وسوء تبريد، كتولي خطر وفيها التسمم على المستهلكين وعلى العمال. نعم، وهذا الشيء كيقودنا اننا نهضروا على التامين. شنو التامين اللي خصو يكون في هذه المحلات ديال التغذيه العامه؟ التامين اللي خصو يتخاد بالنسبه للمتاجر التغذيه العامه هو اولا التامين المتعدد الاخطار، كيف ما قلت لكم اللي هو فيه اضرار الماء، فيه الحريق، فيه السرقه الى اخره، كيكونوا بعض التامينات اللي هما من متعدد الاخطار، ملتي ريسك. يجب كذلك اخذ تامين على المسؤوليه المدنيه، لانه يقدر يسبب اضرار منطلقا من النشاط او من متجر الغير. وكذلك كما وضحنا اذا كانوا الناس كيشتغلوا في المتجر، تامين على حوادث الشغل. نعم. وذلك خصو كذلك قبل ما يتخذ التامين يكونوا واحد بعض وسائل الوقائيه اللي ياخذها رب المتجر، اللي هي متعلقه بتواجد طبعا بالنسبه للحريق القرعه ديال اطفاء النار ضروري، انه يراقب كذلك الكهرباء ديالو اللي عنده في لا الفولا لا الطابلو الكتريكي قابل، واش الضوء مقاد في النوعيه ديالو مزيانه، لان غالبا كيكون الكوب سيركوي هو السبب ديال انطلاق النار. يجب كذلك ان ياخذ بعض القرارات بما يخص التخزين وتنظيم المواد، يرد البال كذلك مع الطريقه ديال اللبس ديال العمال اللي عنده. نعم، شكرا لك سيونس السيح على كل التوضيحات، كنذكر انك خبير في التامين. شكرا. شكرا. ومعنا في آخر الحلقة كيف العادة شهادة من ناشط في القطاع، واليوم معنا محمد أيتبع عمران صاحب محل للمواد الغذائية العامة. سي محمد مرحبا بك. السلام عليكم. أول سؤال سي محمد، شنو هي المخاطر اللي كتكون في محل ديال المواد الغذائية، وشنو هي الوقاية اللي كتاخدوها بعين الاعتبار باش تنظموا العمل ديالكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في الحانوت اول حاجه واول خطر اللي كان عندي منه شي مرات هو مشكل ديال ستوكاج. يعني ممكن شي مرات تطيح شي حاجه فوق اللي كيشتغل في الحانوت، وهذا خص يكون يعني واحد النظام تنظموا في داكشي ديال الكراطن، تحط داكشي بالترتيب، ما يكونش يعني الخلط ديال الامور اللي خصها توضع في المجمد، وكاين شي امور اللي خصهم يتحطوا في الثلاجات، وتكون يعني شي مرات داخل المحل ما تكونش في الخارج، وهذا الشيء شي مرات كيخلق بعض المشاكل. ممكن نتكلموا على المشكل ديال النظافه، يعني النقاء في المحل شي مرات يكون بعض المسائل اللي ضروري تكون في المحل وما كانوجدوهاش. مثلا المرحاض خص يكون في مكان ديال قريب، بعدا يكون قريب اللي كيشتغلوا في البيسري، وخص اللي كيشتغل يعني ينظف يديه، حيت كيكون شي مرات كيقيس البوطا، كيقيس هذه يعني كاين واحد الروائح وفي بعض الميكروبات اللي ممكن ممكن يعني تصب بها اللي كيشتغل في المحل. وهذا الشيء خصو ديما تكون واحد النظافه، الغسل ديال اليدين باستمرار، وحتى النظافه ديال الملابس، وتكون يعني الملابس تكون مخصصات لبس البلوز ولا طبليه. يعني حتى المستهلك فاش كيجي عندنا كيشوف يعني داك اللون الابيض وداك الشيء تيكون تيزعم انه يدخل عندنا. وواحد النقطة أخرى اللي ما درتش عليها هي التدخين، يعني كيشكل خطر بالنسبة لنا احنا داخل الحانوت وداخل المحل التجاري، هي الخطر ديال التدخين اللي كيدخنوا. كنا احنا كنمنع هذه المسألة هذه باش يعني نهائيا يعني ممنوع التدخين داخل المحل، لأنه يعني ممكن تسبب حريق لا قدر الله، يعني حريق اللي ممكن يتي على المحل، وكاين يعني تكون حدانا البطاط ديال الغاز وهذه اللي ممكن تسبب كارثه لا قدر الله. والتدخين يعني كان ممنوع ماشي غير الخطر ديال الحريق وهذه، ولكن حتى بالنسبه للمحل التجاري تكون رائحه ديالو مزيانه وما تاثرش عليه يعني بعد المواد الغذائيه. نعم، شكرا لك سي محمد ايتبع عمران على كل هالتوضيحات. كنذكر انك صاحب محل للمواد الغذائيه. شكرا لالا. نتمنى مستمعينا نكونوا جاوبنا على كل تساؤلاتكم. هذه المره ما غاديش نقول لكم نتلاقاو الاسبوع القادم، غنقول لكم كنت سعيده بهذا البرنامج وأنني نقربكم من المخاطر ديال كل قطاع والمشاكل اللي كيتخبط فيها ونعطوا حلول. شكرا لكم على التتبع، ولإعادة الاستماع للبرنامج زوروا لاباج لينكدين وفاء أسيغونس، وترقبوا الإعادة اليوم مع 7 لروب ونهار جمعة مع 9 لروب ديال الصباح. مع السلامة. تأمين الوفاء الفعالية بكل بساطة.